أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد. لو أول مرة تشوفنا وعجبك الفيديو ريت تعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اعمل سبسكرايب واشترك حالا وفعل الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد وحصري، ولو عملت شير يبقى فيك الخير. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في درس جديد من دروس النهاردة. معاكم عادل بسيوني، وباذن الله احنا مستمرين مع كتاب المعاصر، واحنا متواجدين في يونت 2 في الدرس الاول والثاني، تحديدا بيج 84 صفحه 84، علشان نروح بسرعه للسؤال الاول واللي بيقول choose the correct answer، اختر الاجابه الصحيحه. is something هو شيء ما، that is good price، a good price يعني بسعر كويس، to encourage people بيشجع الناس، to buy it طبعا ده بيكون في special offer يعني عرض خاص، عرض خاص معناها special offer. أما السؤال الثاني واللي بيقول a metal pot، إناء معدني for boiling water، بغلي فيه المية، طبعا ده بيكون kettle الغلاية. is something you can make، حاجة بتعملها، a hot drink with it، بتعمل فيها عبارة مشروبات سخنة، طبعا دي الكافي ماشين يعني ماكينة صناعة القهوة. بعد كده تعال نشوف السينونيمز والانتونيمز، والسؤال الرابع بيقول the antonym of smart، smart معناها ذكي ولذيذ، وتعال نشوف بقى ذكي عكسها ايه، stupid هي غبي. people الناس in this hospital have special care، لها عناية خاصة. The word special can be replaced by، يمكن استبدالها ب، طبعا particular، particular يعني معين. Both كل من TVs في التلفزيونين have a big، I am going to buy one of them، أنا هشتري واحد منهم. ليه؟ لأنهم عليهم خصم discount. The word is close in meaning، قريبة في المعنى to the word discount، يعني قريبة من كلمة خصم، فهي كلمة سيل. You are، انت، ask the customer what you they want to buy، انت ايه، shop assistant يعني البائع او المساعد في المحل، بتسأل الزباين هم عايزين ايه. This smart screen has a 25% usually it costs 6000 LE but now it's only 4500 LE. طيب يبقى هنا عليها ايه يا شباب؟ عليها ديسكاونت يعني خصم، ديسكاونت يعني خصم. some people بعض الناس كان يقدروا اونلاين، طبعا اقول شوب اونلاين يعني يتسوق عبر الانترنت، شوب اونلاين، شوب معناها يتسوق. this is from a website about the new capital، عن العاصمة الجديدة. this advert، وadvert معناها إعلان، advert معناها إعلان. there is a special to have a free one، هدية واحدة، هدية when you buy two pieces، لما تشتري قطعتين يبقى ده إيه، ده عرض، وعرض معناه إيه، offer. is a machine that cooks food very quickly، آلة بتستخدم لطهي الطعام بطريقة سريعة، طبعا دي اسمها المايكروويف، مايكروويف. means using computers or the internet to make something work better، بتخلي حاجة تشتغل بطريقة أفضل، طبعا دي smart. can make an adjective from the verb use، طبعا use عشان أخليها صفة فبقول useful أو useless، والاتنين صفات فموجودة عندي full. the opposite of the verb buy، buy يشتري، والopposite العكس بتاعها هو sell يبيع، buy عكسها sell. to give the opposite of the word expensive، expensive يعني غالي، طب انا عايز احولها لغير غالي فبقول inexpensive، غير غالي بالاي ان. the word inquire gives the same meaning as ask، inquire يعني يستفسر، وبالتالي ask يسأل. the word free can be the opposite، free يعني مجانا، طيب عكس مجانا مدفوع، وبالتالي هقول paid، paid يعني مدفوع. she likes to wear around her neck، طبعا هنا necklace يعني العقد، necklace معناها العقد.
If something is special, لو حاجة مميزة, you mean it is not usual. هي حاجة غير عادية. فأقول it is not usual. What is the of the day? What is the deal of the day? ما هي صفقة اليوم? What is the deal of the day? She always buys many things. Special offer. يعني هقول في عروض. يبقى أقول on special offer. On special offer. في عرض خاص. Can you me information? طبعا هقول give information يعني يعطي معلومات. Give information يعطي معلومات. Mom always prefers to buy things the house. هي اللي بتشتري من أجل المنزل. يبقى for the house. For the house. وما وصلنا لصفحة 91. Complete the sentences with the correct form. أكمل بالصيغة الصحيحة. Computers are الكمبيوترات expensive than cattle. طبعا هنا than يعني صيغة مقارنة. صيغة مقارنة. والصفة عندي طويلة. وبالتالي هقول more والصفة وزان أو less والصفة وزان. وبالتالي هقول more expensive than. I am sure you are lucky than me. طبعا lucky عايز في than يبقى حول الواي لآي وأقول luckier أكثر حظا. You ate too much. كلت كتير. You have the little amount of food left. You have the least. The least أو the most. طبعا هنا اسم لا يعد وبالتالي أصلها little والتفضيل فيها the least. I like this TV but I think the smart one is there. عايز صفة التفضيل من good. صفة التفضيل هي best. Nowadays it is good to shop online than. يبقى أنا عايز صيغة مقارنة من good. صيغة المقارنة هي better. Better than أفضل من. Better than. The supermarket is there. زي والصفة و EST لأن دي صفة صغيرة أو قصيرة فبقول the busiest وحول الواي لآي وضيف EST. Smartphones are much easy to use than. هنا صيغة التفضيل يبقى easier بس برضو هحول الواي لآي وضيف ER. The more useful thing. طبعا the يبقى أنا مستني the most أو the least. هنا هتبقى the most لأن هو عندي more. The film was terrible. الفيلم كان فظيع. I think it was the الأسوأ. يبقى the worst. The worst. الأسوأ. Which item do you think is the less expensive? الأقل غلاء. قلناها فوق the least. The least معناها الأقل. The Jeff is taller than. لا يا مستر اسمها taller. زين أطول من تولر زين. No one لأحد as strong زين. لا مش في زين. يبقى أنا مستني صفة وآر وكلمة زين وبالتالي هقول stronger أحط لها آر. Which place is the nicer. لا هقول nicest. Nicest بالEST يبقى أدي nice وحط لها ST. Nicest. What is the further. لا هشيل الار واحط اي اس تي علشان تبقى farthest. Farthest يعني الابعد. ايمن ذكر از اكسبنسيف زين. يبقى هقول مور والصفه زين او ليس والصفه زين. محمد صلاح از بيست. صيغه تفضيل من جود. باسكتبول از ليس اكسايتنج زين. ليس ليه يا مستر ليس؟ لأن هنا ليس والصفة زين أو مر والصفة زين. This is the old. ده صيغة التفضيل فهضيف للصفة EST وهقول oldest الأقدم. أحمد is my best. طالما فيه my كضمير باخد بعد منه الصفة على طول في صيغة التفضيل my best. علي is the taller of his two brothers. هو الأطول في الاثنين إخواته فهم اتنين هنا فهقول the taller. ومع وصلنا لصفحة 94 تعال نشوف complete with the correct form. أكمل بالصيغة الصحيحة. Both كل من نبيل and علي. نبيل وعلي جمع ولا مفرد؟ دول جمع يا مستر فياخدوا R وبالتالي عندي yesterday هياخدوا
وير الماضي بتاع ار. نايذر علي نور اي، لا انا ولا علي، مفرد ولا جمع؟ مفرد، فياخد از. طيب ولاست نايت يعني ماضي، وبالتالي ياخده ووز. بوث رامي اور كمال، لا احنا قلنا اتفقنا بوث كذا اند كذا، بوث فلان اند فلان. نايذر علي نور هيز فريندز، ولا علي ولا اصدقائه بي ات سكول ناو، موجودين في المدرسه دلوقتي، يبقى هاخد ار. بوث اوف ذا تشيلدرن، ولا واحد من الاطفال لايكس ايس كريم، طبعا هقول لايك. طيب نايذر ماي سيستر اند اي، لا انا ولا اختي لايك بلاينج تنس. هنا ايه اند اه، يبقى هقول بوث، لان انا عندي بوث كذا اند كذا، انما نايذر كذا اور كذا، وايذر كذا اور كذا، وممكن اقولها ايذر او ايذر، ونايذر او نيذر. نو اوف ماي فريندز، عايز يقول لا احد من اصدقائي جوز شوبينج افري داي، يذهب للتسوق يوميا، هقول مش نو بقى يا مستر، اسمها نان، لا احد. اي لايك نايذر ذا ريد وان، نايذر نور، نايذر نور، نايذر نور. يو كان تشوز، تقدر تختار في اور اه، يبقى ايذر اور، ايذر اور، ايذر اور، ايذر اور، نايذر نور، ايذر اور، نايذر نور. نايذر اوف ذيس نيكليسز ار، ولا واحد من هؤلاء. يبقى انا ممكن اقول ايه بوث اوف ذيس نيكليسز، كلاهما. I wanted to buy both a shirt and trousers. Both كذا and كذا. Both كذا and كذا. طيب كويس. Both the smart TV nor. طب أنا عندي نور، يبقى أنا عندي neither nor. Neither nor. Neither nor. Do you neither of you play football every day? طبعا هنا do both. هل كل من؟ Both the news and the information be true، طبعا المعلومات والاخبار حقيقيه، يبقى هقول are true. either منى or هبه، اما منى او هبه play tennis، طبعا هنا هقول plays بصيغه الايه؟ بصيغه المفرد. طب كويس، سؤال رقم 16، زي either like chess it's their favorite hobby، فهقول both، هقول both. You can either go to school by bus or either or، ادي either ايه بهاخد معاها or. The new workers are lazy، العمال الجداد كسولين. All of them works، صيغة المفرد hard، كلهم بيعمل بايه؟ بجد. none of them، لا احد منهم. none of، none of عايز ضمير مفعول، فهقول us، لا احد منا. neither of the box ولا كتاب are taken yesterday، yesterday صيغة الماضي، فهقول was. ومع وصلنا لصفحة 95، تعال نشوف تدريب على الدرس الاول والثاني، finish the following dialogue، اكمل هذا الحوار. عمر wants to buy a t-shirt، عمر عايز يشتري تي شيرت. بدا عمر يتكلم مع السيلز مان وقال له هالو كان اي هيلب يو، اقدر اساعدك يا فندم؟ فقال له اه انا عايز اشتري تي شيرت. اي وونت تو باي ا تي شيرت، انا عايز اشتري تي شيرت. فقال له اي لايك تو باي ا بلو وان، انا عايز واحد ازرق. يبقى هقول له ما اللون اللي هي ايه؟ What color do you like او would you like، اللون اللي انت عايزه. فقال له انا عايز واحد ازرق. فقال له what about this one، ايه رأيك في دون؟ ماذا عن، what about يعني ماذا عن. فقال له it's nice، كويس. فقال له where can I try it on، try on يعني يقيس، اقدر اقيسه فين؟ فقال له you can try it on in this dressing room، في غرفة تغيير الملابس. فقال له سؤال، قال له it's 150 pounds، 150 جنيه. فقال له how much is it، كم سعره؟
How much is it? Anything else? أي شيء تاني يا فندم؟ فقال له thank you. شكرا لك. علشان من هنا نقدر نروح على السؤال التاني واللي بيقول choose the correct answer. اختر الإجابة الصحيحة. The opposite of the verb buy. عكس buy قلنا sell. He was fortunate. كان محظوظ enough to win the game. Although he didn't play well, fortunate here means lucky, محظوظ. Means a good or cheap price. يعني a deal, صفقة. The suffix full and useful makes it adjective. بيخليها صفة. بيخليها ايه؟ صفة. Is used to make hot drinks. طبعا دي coffee machine. ماكينة صناعة القهوة. There are a lot of free courses online. The word free means يعني ايه free؟ طبعا free معناها unpaid يعني غير مدفوع. تعال نروح للسؤال الثالث. Read and complete the text with words from the following list. There is a big sale in the shopping mall in our area. All the clothes are كل الملابس فيها cheaper than cheaper than usual this week. This microwave has a 25% discount. يعني عليها خصم. Discount يعني خصم. It's usually costs 1000 LE, but it's now 750 LE. Osama's family wanted to buy a smart TV. عايزين يشتروا تلفزيون سمارت so that they can watch films on the internet. على الانترنت. اما مع تواجدنا في السؤال الرابع واللي بيقول complete with the correct form. اكمل بالصيغة الصحيحة. neither فادي. طبعا عندي neither فانا بقول nor. انا متعود كده. احمد is more good. لا مش more good. صفة من شواذ الصفات فهقول better than. This is bad film I have ever. يبقى عايز صيغة ملقاء تفضيل فأقول the worst. The worst يعني الأسوأ. neither أمنية نور نورة. ever shop online. ever shops أحط لها S. either سما نور تقع. طبعا نور هنا يبقى neither. neither ولا سما ولا تؤى يتحدثون الايه الالماني. اشكر لكم طيب المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.